أنا عملت 5 خرافات فقط وممكن أستعرضها على عجلة الآن. نعم. أول خرافة هي أن عدد الإناث في السعودية ضعف عدد الذكور. هذه خرافة قديمة جدا وعجيبة، على الرغم من أن كل الإحصائيات اللي تطلع عن الهيئة، هيئة الإحصاء الرسمية، تقول بأن عدد الذكور في السعودية 52 مقابل 48. نعم جميل. اثنين. اثنين خرافة يمكن تكون طبية، وهي أنه الأعشاب إذا ما نفعت ما تضر. أوكي. هذه خرافة قوية جدا. طيب. ويمكن الدكتور الآن لأنه الدكتور يعني الموضوع سبب طبي وسبب أيضا شخصي. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة أنه معيون نعم، مسحور نعم، مريض لا. عندنا شيء عجيب والله، هذا النفس، كل الابحاث الطبيه اللي في العالم هذه نسفوها والاطباء وكل شهاداتكم. طيب اربعه، يعني نحن نفتخر اننا معيونين. لو تلاحظ حتى في المجالس يفتخر الشخص بانه هو محسود، والله انا في عين، يعني ماني داري العين هذه على ايش يعني. ونخجل من الطبيب النفسي ومن طبعا. الخرافة الرابعة كانت تقول إنه اللحوم الحمراء أكثر فائدة من اللحوم البيضاء، وهذه في أحد الأطباء اللي عملوا في السعودية بعد ما خرج أو عاد إلى بلده، كتب مقال مطول باسمه تقريبا لماذا يموت السعوديون مبكرا. واحدة من الخرافات إنه يعتقد بأن اللحوم الحمراء أفضل، وهي في لا يعني هو الثقافة السعودية تغيرت. ليش؟ كانوا يأكلون زمان بس كان في شغل وفي مشي في بر وفي مزارع. صحيح. الآن نفس ثقافة الأكل لكن صار فيها دلع أكثر بس ما في حركة، فطبيعي. بس أرجو تستثني الحاشي من الملف لأنه شعبية كبيرة. طيب.